كيف تحصل على زيارات لموقعك؟ زيارات عديدة وكثيرة لموقعك، زيارات صالحة للCPA، صالحة للأفليت، جلب زيارات لموقعك، زيارات مدفوعة، زيارات مجانية كما تريد، يعني مرحبا بك في هذا الشرح. إذن قناتنا تهتم بكل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية، قناة سات برو. هنا شروحات يمكنكم مشاهدتها والاستفادة منها أيضا حول جلب الزيارات لموقعك، زيارات فريدة وزيارات حقيقية وليست بوت. نبدأ على بركة الله. هنا كما ترى موقع أتشيفر، نضغط على أت ثم نذهب إلى سند إيميل أت، أت ثم سند إيميل أت، نضغط عليها ثم يحولنا إلى هذه الصفحة. بعد الضغط على سند إيميل أت يحولنا إلى هذه الصفحة، ونقوم بإرسال الإيميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. فقط لدي الانترنت ضعيف لهذا يعني تتأخر بعض الشيء. هنا سبجكت، نضيف سبجكت الخاص بنا في هذه الخانة، ثم تكست ميساج هنا في هذه الخانة، ثم الويب سايت URL، ثم نضيفه في هذه الخانة، ثم هنا الكريديت تو يوز، يعني اوتوماتيكيا كل يوم تتغير اوتوماتيكيا. لدينا الحق اليوم في ارسال 1189 ايميل، ثم نختار رسالة سابقة. لاحظوا امتلأت الخانة اوتوماتيكيا، ثم save this email for resending. ضروري ان تضعها في اول رسالة خاصة بك، ضروري ان تضع خانة هنا تعلم هذه الخانة، ثم send email processing، ثم يبدأ الان في عمل frame breaker test، يقوم بعمل frame breaker test للرابط الخاص بك. هل رابطك شغال ام لا؟ وننتظر 20 ثانية ليقوم باختبار موقعي هل هو شغال ام لا، وفعلا سيجده شغال وسيظهر معنا الموقع وصفحة الموقع. ننتظر قليلا، اذا ظهر معنا الموقع وهو شغال، الموقع شغال، يعني ننتظر 20 ثانية كي تنقضي وسيقول لنا congratulations your website has been approved. لاحظوا congratulations your site has been verified. ثم ننتظر 10 ثواني، بعد انقضاء 10 ثواني لاحظوا your email has been successfully sent، يعني تم ارسال الايميل بنجاح، وهو الان قيد التجهيز للارسال. اذا هنا يمكن ارسال بعد 23 ساعة و59 دقيقة. ثم نمر للموقع الموالي وهو موقع ليس جامبر، ثم نذهب الى سند ايميل ات. بعد الضغط على سند ايميل ات يوجهنا الى هذه الواجهة، ثم هنا نقوم ب اضافة السبجكت، ثم الايميل كونتنت، ثم الويب سايت URL، ثم افيلبل كريديت. هنا نقوم ب يعني هنا تضيف اوتوماتيكيا، يعني لا تضيف انت. كرنتلي ذير ار 2234 ممبرز، ثم نختار رسالة سابقة. امتلأت الخانة اوتوماتيكيا، هنا ظهرت معي بالاحمر الكونتنت، اقوم بالدخول اليها وستحول اللون، لاحظوا فقط، ثم هنا سيف، ثم ارسال. يعني اصبحت الامور سهلة جدا، الرسالة مجهزة مسبقا، يعني من تابع القناة أنا سيفهم أن الرسائل قد كانت مجهزة، لقد أرسلت العديد والعديد من الرسائل من هذا الموقع وتأتيك بتحويلات والعديد من الأشياء، يعني فقط من جرب هذه الموقع سيعرف قيمتها، موقع جميلة جدا. وإذا كانت لديك عضوية مدفوعة في هذه المواقع ستستفيد أكثر وأكثر، يمكنك إرسال حتى 100,000 شهريا أو إيميل، أو 100,000 زائر تدخلك شهريا، والزائر الأجنبي ليس والزائر العربي. ننتظر هنا الفريم بريكر تيست، موقعنا ظاهر بالنجاح، سننتظر رتما يكتبها لنا، سيكتب لنا الآن congratulation your site has been verified. ننتظر 10 ثواني أخرى، ثم يتوجه بنا إلى الصفحة الرئيسية لموقع ليس جامبر. لاحظوا معي your email has been added to the queue and soon it will be sent to the member area.
إذن هنا you can send your next email ad after 23 ساعة 59 دقيقة، يعني بعد 24 ساعة أعود أرسل. هنا كما ترون إخواني الكرام موقع آخر European Safe List Credit Smiler، إذا لاحظتم في هذا الشرح سيمكن الإرسال، لاحظوا شرح سابق لم يكن بإمكان الإرسال لأنه لم تكتمل ساعتين، الآن بعد يوم اكتملت كل شيء والآن أنا متاح للإرسال. أنسخ Subject أضعه في خانة Subject، وهنا أنسخ محتوى الرسالة، أنسخ محتوى الرسالة ثم سأقوم بنسخ الفيرست نيم أو الفول نيم، هذه الفول نيم أقوم بنسخها وأضيفها أمام كلمة هيلو سبيسين ثم هيلو، ثم بعد ذلك أقوم بنسخ الرابط رابط العرض ثم أضعه هنا، ثم هنا أقوم بكتابة 17424 ممبر، أنسخ وألصق هكذا. يمكن الإرسال إلى 17424 members، free members are allowed to send، يعني يمكن free members إلى 17424 member، وهذا رقم رهيب جدا. ثم هنا تضغط على yes ثم send، made in progress we will notify you when it will be finished، تم الإرسال بنجاح وسنقوم بإعلامك حال انتهاء الإرسال. نضغط على members ثم يحولنا إلى هذه الصفحة، نذهب إلى كريديت مايلر لنتأكد هل تم الإرسال. نعم فعلا تم الإرسال، لاحظوا أظهرت الرسالة بالأحمر التي قلت لكم عنها سابقا. بعد الإرسال مباشرة ظهرت هذه الرسالة، تضغط على كليك هير يحولك إلى هذه الصفحة. فري ممبر ار الو تو سند ميل يوزين افري، كل 3 أيام يمكنك الإرسال إلى 17000 عضو، يمكن الرجوع بعد يوما. هنا نضغط على تمبليت موقع آخر Proactive Mailer ثم send now ويحولنا إلى صفحة send mailing، لاحظوا امتلأت الخانة أوتوماتيكيا، يعني تعود يعني الأمور أوتوماتيكية. ثم هنا نقوم فقط بإضافة الكريدت، اليوم لدينا الحق في 2700 كريدت أو 2700 عضو سنصل إليهم. ثم نضغط على send ويتم الإرسال إلى، نتحقق من محتوى الرسالة كل شيء على ما يرام، نضغط على send وسيتم الإرسال إلى 2700 عضو الآن في ضربة زر واحدة بالضغط على زر send. 17000 زائد 2000 زائد 1000 زائد، يعني هناك زائر عديد من الزيارات. ننتظر هنا 5 ثواني، ننتظر ظهور موقعنا، لقد ظهر موقعنا في الاي فريم تحت. اضغط على confirm my site، لاحظوا معي your message has been queued، تم اضافته الى السلة وسيتم ارساله بعد بضع دقائق. ثم اضغط على send mailing، لاحظوا your membership level allows you to mail كل 24 ساعة، يمكنك ترقية العضوية للبرو او السيلفر وترسل كل يوم 5 مرات 4 مرات كل يوم. هنا موقع آخر موقع هيركوليست، يعني كل هذه المواقع تقبل ترقية العضوية، إذا أردت ترقية العضوية إلى برو يمكنك. نغلق الإعلانين ثم نذهب إلى أد ميلرز، يعني بعد تسجيل الدخول نغلق الإعلانين ونضغط على أد ميلرز ثم يحولنا إلى هذه الصفحة. ننتظر قليلا ثم يعطينا continue to add mailer، نقوم بقطع الفيديو أعود إليكم لكي لا أطل الفيديو. نقوم بإعادة تحميل الصفحة، ولاحظ معي ظهرت معنا نغلق هذه النوافذ كلها ثم نذهب تحت، لدينا Submit Regular Mailer Ad Now أمامها Yes، يعني يمكن الإرسال الآن 1000 إيميل مجاني كل يوم، يعني هي تقوم بإعادة تكرار العملية كل يوم، 1000 إيميل كل يوم مجاني، رائع جدا. ننسخ محتوى الرسالة ونضعه في الأد بادي، ثم ننسخ الرابط ثم نضعه في التست URL في مكان التست URL، ثم ننسخ السبجكت ثم نضعه هنا في مكان السبجكت. ثم بقي لنا الآن إلا، لاحظ معي فوق كان سبميت ريجولر ميدر أد يس، ثم بقي لي إلا الضغط على زر سبميت أد،
وتم الإرسال إلى 1000 عضو submitted to 1000 members. ثم لدينا back to mailer أو العودة للميلر. نعود وسنجد أن الرسالة أصبحت أمامها no. أصبحت أمامها no. لاحظوا can submit regular mailer ad now. No. لا يمكن الإرسال الآن إلا بعد مرور 12 ساعة أو 14 ساعة. موقع آخر موقع ترافيك بونس. نضغط على send mail ثم نتوجه لهذه الصفحة. لاحظوا الآن لا يمكن الإرسال. الفيديو السابق لم يمكن الإرسال. لاحظوا available now يمكن الإرسال. الآن سأملأ الخانة ملف تكست كالعادة. الرسالة ترافقني دائما. ثم نملأ خانة subject بالsubject ثم الموقع نقوم بنسخه. نقوم بنسخه هكذا ثم نقوم بعمل لصق للموقع هنا هكذا. عند النسخ واللصق تفقد كل شيء. ثم نسخ ثم لصق محتوى الرسالة هنا. نتفقد كل شيء على كل شيء على ما يرام. الفول نيم نقوم بنسخ هذه الفول نيم ونضعه أمام كلمة هيلو هكذا. ثم بعد ذلك نقوم بتفقد كل شيء البادي و URL و subject كل شيء على ما يرام. الرسالة محتوى جيد. ثم send message now يعني قبل أن تقوم بأي خطأ قم بتفقد كل شيء. ثم send message now ويتم إرسال الرسالة الآن إلى 1000 عضو. الآن يتم إرسال الرسالة إلى 1000 عضو بطريقة سهلة جدا بالضغط على زر send message now. ننتظر قليلا. لاحظ معي ها هي ظهرت mailin in progress. الآن الإيميلات قيد الإرسال. Your message was queued. You will be notified once mailing is finished. يعني انتهى الإرسال سيتم إشعارك في الإيميل الخاص بك. ثم نضغط هنا على send mail مرة أخرى. لاحظوا أصبحت أمامها الرسالة بالأحمر. You need to wait يوما و 23 ساعة. تم الإرسال بنجاح. هناك quantum safe list أيضا يمكننا الإرسال لكن اليوم لا يمكننا الإرسال. فقط سأريكم طريقة لأني أرسلت البارحة أمامكم في الفيديو. قولي هكذا ثم نلصق محتوى الرسالة ثم أوكي. ثم هنا نكبر حجم الرسالة. نغير الخط إذا أردت تغيير الخط. لاحظوا هكذا كل شيء واضح. نأخذ الرابط نضعه هنا في مكان الرابط. نذهب إلى ملف التكست نأخذ subject ثم نضع مكان السبجكت. لكن لا أجد رسالة مكان الإرسال. لاحظ you can send out your next email في 2 ديسمبر. نحن الآن في 30 نوفمبر في هذا الفيديو. فهمت أخي الكريم. أنا أريدك الآن طريقة. أرسلت البارحة أنا في الفيديو الآخر أرسلت الرسالة البارحة وهذه الإيميلات تحت تدل على أنني أرسلت البارحة. هنا موقع ميستر سيف ليست. نذهب إلى كريدت ميلر بالضغط على كريدت ميلر. وهنا أيضا لا يمكن الإرسال. ميل إن أفيلابل بليز كليك هير تو ليرن مور. لا يمكن الإرسال اليوم لأنني أرسلت البارحة. نعيد هنا السبجكت. نقوم بإضافة السبجكت ثم هنا البادي نضيفه ثم هنا الـ URL. ثم هنا يمكنك الوصول إلى 2036 بالضغط على زر يس ثم سند. لاحظوا ميل إن أفيلابل بليز كليك هير تو ليرن مور. نضغط على كليك هير ويحولنا إلى هذه الصفحة. Three members are allowed to send every 5 days. Your last mail was 26 November. You need to wait يوم كامل. يعني بقي اليوم لأرسل رسالة أخرى عن طريق موقع Mr. Safe List. لديك هنا كليك هير تو أبجريد يور ممبرشيب. لديك هنا الممبرشيب الفري ولديك البرو ب 7 دولار والفي أي بي ب 17 دولار. اختر ما يحلو لك. اشتغل فري او 7 دولار او ب 17 دولار. هنا موقع بانجيا او بانخيا. قل له كما يحلو لك. نضغط على send email ad. لديك في فوق save و send. نضغط على save email ad اول شيء. هنا تضيف رسالتك قبل الارسال. تضيف رسالتك هنا subject line هنا موقعك هنا website URL. ثم هنا email body تضيفه في هذه الخانة الكبيرة.
ثم هنا البانر الخاص بك او بانر اخر خاص بك 125 في 125 في السايز. ثم اد ديس ايميل اب. لاحظوا هذه الايميلات اضفتها انا مسبقا، كلها اضفتها انا مسبقا هذه الايميلات كما تلاحظون. نعود الان الى باك تو ممبر اريا، نعود باك تو ممبر ماني، ثم يحولنا الى ممبر ماني. هنا يمكنني ارسال الى 127,000، نضغط على earn credits ولدينا ايضا send email ad. اول شيء نضغط على send email ad يحولنا الى هذه الصفحة. هنا تختار الرسالة، لدي اربع رسالات عملت لهم save. اضغط على الرسالة الاولى، ثم هنا اختار عدد الكريديت، اختار فقط 10,000 لاقتصد كثيرا على الكريديت. ثم send this email ad. بعد الضغط على send this email ad يتم ارسال الرسالة. ولاحظ يمكنك الارسال الى 127,000 ممبر ب 127,000 كريديت، يعني عندما ترسل الى 127,000 ممبر بعضوية فري. لاحظ you must use at least 10,000 كريديت، انا استعمل فقط 10,000 كريديت. ثم send this email ad. لاحظوا it was put in mail queue، ثم اضافته الى السلة وسيتم الارسال قريبا كما ترون. واضح الرسالة امامكم عند يعني ظهورها، يعني تم الارسال. نضغط على ريتر، ثم نلاحظ فوق ان اصبحت ايميل ستاتوس اصبحت تومورو. ايميل ستاتوس اصبحت امامها تومورو، يعني يوم غد يمكننا الرجوع وارسال رسالة اخرى من هذا الموقع الرائع جدا. ثم نعود، لاحظوا معي هنا earn credit، هذه الخانة اسمها earn credit او ربح الكريديت. نضغط عليها ويمكنك ربح هذه الكريديت التي لدي الان. لاحظوا هنا لديك الحديد والعديد من الكريديت 175، فقط تفتح الايميل وتقوم بقراءته وتربح. لدينا هذا الموقع هنا مستر سيف ليست، شرحناه كوانتم سيف ليست، ترافيك بونس، موقع جميل جدا شرحناه، كل شيء واضح امامك. ترافيك بونس الجميل جدا. هنا هيركوليست الرائع، هنا برو اكتيف ميلر كما ترى، موقع جميل كل يوم ترسل. يوروبيان سيف ليست كل 3 ايام ترسل، كل يوم ليست جامبر الارسال، وهنا اتشيفر ارسال كل يوم. ولا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، والمقالة ستجدها في الوصف بها كل الروابط وروابط مواقع جديدة وضعتها داخل المقالة، ستجدها انضم اليها وارسل رسائل يوميا وتمتع بالترافيك المجاني. قناتنا قناة وسط البلوط تهتم بكل المواد التقنية وفيديو المجال التقنية. تحياتي لكم، ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا قناة واي اس برو. تحياتي لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.